بس بنتي قديش بدك تدلليني؟ بعدين بتعود على هالشي. اتدللي قد ما بدك ما، انت بس خليكي مرتاحة. عم يوجعوكي كعب رجليكي؟ لا تسأليني عن الوجع، أوقات ما فيه حتى أمشي. رح أفرك لك ياهو. يا سلام. لمستك هي لحالة حسستني إني أحسن بكتير. حاسة وكأنه كل وجعي راح هلأ. أكيد الله كافأني وقت بعتلي. هيك كنا منيحة مثلك. مثل ما بتعرفوا كل حماية بالعالم بتحس انه الكنة المنيحة هي اللي بتسمع كلامها بكل شيء، بكل شيء بتقوله وبتعمله مثل ما بتقلها. وهي العلاقة يلي بين السكينة واليقطينة كتير صعب انها تصير. وإذا كان في أمل انه شيء مستحيل يصير، فهالمستحيل ما له غير طريقة واحدة انه يصير بالحلم. مثل ما صار هلأ. ماما أنت لساتك هون؟ ماما ماما قومي اعملي لي شاي. طيب الي ولا بابا كمان؟ ايه اللقاءات الاجتماعيه، باغلب اللقاءات الاجتماعيه بتصادفنا كتير عقبات، صف السياره وغيرها كتير من الشغلات. وعلى سبيل المثال السرسره، وشو يلي عم بيصير ببيوت العالم، ومين عم يتقاتل مع مين كمان، وانو رجال بالحارة في عنده مشكلة مع مرته بالبيت. وبدل ما انا قلكم كل هذا الشي، يلا خلونا نروح ونشوف بعيننا. ايه تمام، خلينا نبلش الاجتماع هلأ. اليوم في عنا سؤالين على الاجندة تبعنا. اول شي الحمام تبع ساشات رابودا عم بينشي، والمي عم تنزل على سقف بيت بهايت. المشكلة ما لها علاقة بحمامنا، السقف تبعهم هو اللي عم بينشي. الأجوبة بعدين، عود. وعنا كمان مشكلة تانية وهي قصة الكهرباء. في عنا شكوتين، لما بنكبس الزر ببيت كانت كار بتشتغل الأضوية والمراوح لحالة ببيت دول. ولما حدا بيكبس زر الكهرباء ببيت دول بصير في مي سخنة ببيت كامات. مهم، خلونا هلأ نحكي بالمشكلة الأولى واللي هي مشكلة ساشات رابودا. إيه بس بابات لسه ما وصل، هو المدير العام. مزبوط. ما بتصور إنه بابات رح يجي أصلاً اليوم. ليش؟ لأنه بصراحة صاير معه مشكلة كبيرة كتير. يا لطيف. الله بيعلم شو كان بده يصير مع بابات بسبب هالشاب اللي عنده، بس في شي مو منيح. أكيد من هلا ورايح العدس اللي بيعمله ببيت بابات رح يصير في له نكهة كتير جديدة. سمعان بصراحة بعد ما يصير في عنده مرة بالبيت رح تعمل له برياني مرة بالأسبوع على الأقل. اسمع بصراحة أنا ما عاد بدي أشرب حتى المي من بيته. لو سمحتوا لحظة بس، البنت كتير منيحة، أنا شفتها مرة. وين؟ وين التقيت فيها؟ ابنه لبابات، شو كان اسمه هاد؟ يا ربي راكيش، راكيش ابنه مرة هو اللي عرفني عليها. أيوة، ومن مرة واحدة شفتها دغري عرفت إنها كتير منيحة البنت؟ ليتجوزوا منبقى منحكي، طالما ما في على جبينا نقطة ما بصير نحكي. لا بتعمل مثلنا ولا بتصلي. شو هذا اللي عم تحكيه انت؟ مين لاحق لي الثقافة هالايام؟ ليش بنات هالايام بيحطوا النقطة ولا بيلبسوا طوق الزواج؟ ما في على جبينهم ولا نقطة صغيرة. بدي ألطش كل واحد فيهم كفين مرتبين مشان يصحوا ويفيقوا على حالهم. إذا أصريتي عليهم ممكن يسيروكي. ليك لا تحكم على كل البنات نفس الحكم. أنا كنتي لساتها محافظة على تقاليد النقطة وطوق الزواج والشغلات التقليدية كلها، ولازم نعلم ثقافتنا هي لأولادنا.
الو؟ ايه اللي بابات؟ شو عم تحكي؟ ما رح تقدر تجي على الاجتماع اليوم ابدا؟ شوفي، في شي مشكلة؟ ايه فهمت فهمت. اجوا ابوها وامها لروكسانا هلا. اجوا على الغدا. ايه ايه. وشو قالوا؟ حيدر ابادي؟ شو حيدر ابادي؟ برياني. ايه طيب طيب. وكيف شفت اللي كنتك؟ فهمت عليك. سكر هلا يعني؟ ايه تمام. ماشي ماشي، باي باي. طيب انا رح ارجع بعد شوي. لك ليه ما بدي اروح؟ رايح فورا تاكل برياني؟ ايه فورا بدك. هود هود هود. ايه معناتها رح نضطر نأجل حل هاي المشكلة ونخليها للأسبوع الجاي. ماشي؟ عفوا، وشو مشان مشكلتنا نحنا؟ انت عمل شغلة، شايل زر السخان اللي عندكم بالبيت وروح اتحمم هنيك ببيت كامات. اسمعي. شوفي، اذا عندك شويه وقت تعي تعي بسرعه. لك شوفي شو صاير. تعي كل دقيقه تعي. ايه قلي شو عم تشوف باللابتوب. يلا. ليكي انا دورت على كم بنت بالنت. تمام. وكلهم على كيف كيفك. هدول رح يحترموا ثقافتنا. ايه ايه ماشي. ايه ليكي شوفي شو عم تقول. ايه. انا بحب التقاليد كتير، وبحب الطبخ، وبحب البس الساري. ايه وبحب كمان دير بالي على البيت. وشو اسمها هي؟ كوموديني دي فستالة. انا مستحيل وافق عليها. ليش؟ بكره بينعقد لسانك وانت عم بتناديلها باسمها. طيب شو هالحكي هاد؟ انا بحب هيك وما بحب هيك، وبحب دير بالي على البيت. يعني مو ملاحظ انها مؤنفه كتير؟ ايه صح، ما انتبهت على هالقصه. ليكي براجكتا بانشانديغار. بانشانديغار ماشي. ايه ايه شوفي شو قايله. جمال المرأة الحقيقي هو بساري طوله 9 ياردات، وكمكم كبيرة، وكمان سلسلة مانجال سوترا طويلة كتير مع الزينة التقليدية تبعها. شوفي شو قايلة. ايه الحماية هي ام تانية وخدمتها إلا ولجوزها. هي أكبر فضيلة ممكن أي بنت تحصل عليها بالعالم. وشوفي أحلى عيد عندها فتبورنيما. ايه يعني هي ماشي حالة ما بها شي، بس يعني كتير سمرة ما أنا فاتحة أبدا، سمرة كتير. ايه وإذا يعني القضات بتتجاذب والأشباه بتتنافر، هيك العلم بيقول. وبعدين يا ماما صار في كتير كريمات تفتيح بالسوق، حتى شاروخان صار لونه فاتح. أنا ما حبيتها كتير، إذا أنت عجبتك فيك تتجوزها، ما عندي مشكلة. يلا 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 هات الرقم، الإدارة عطتنا الإذن. لا بابا، حتى أنا ما حبيتها كتير، ما أنا كتير منيحة صح؟ أبي البنت يلي رح تحبها أمك وتوافق عليها السمان خلقت. والله لو إجتها ملبسة بالذهب الخالص رح تقلك لا هذا كله نحاس. بابا طول بالك لا تنرفز. حتى لو ما قلت لي هيك كنت رح أدي. سهاس يا حبيبتي اعملي معنا معروف واكتبي لنا شي مقالة عن مواصفات الكنة المثالية اللي بدك ياها، لشوف وين بدك تلاقي هيك كنة بكل الهند. عن جد بالله؟ يعني أنا بهيك حالة لو كتبت مقالة من 35 سنة عن مواصفات زوجي المستقبلي ما كنت هلأ عايش بهيك وضع. التلفزيون بقى. ليش؟ طلعت روحي من هالعلاج تبعهم هاد. هلا انت متضايقه من المسلسل ولا من الافكار اللي قاعده عم تدور براسك؟ لا تخاف ما في شي عم يدور براسي.
لكن ليش معنك قدران تركزي على شيء أبداً؟ بشو عم تفكري؟ قولي لي يلا. ما في شيء. ما في شيء ما في شيء. بالضبط. هذا هو الجبن اللي عندك وأنا ما بطيقه فيك. أنا شو عملت لك هلأ؟ أنت مو مستعد تواجه أي شيء ممكن يأثر عليك. القطة وقت بتشرب حليب وعيونها مغمضة بتحس إنه ما في حدا شايفة بنوب. ريما، شو هالأمثلة والفرضيات يلي عم تحكي عنها؟ شو عم يصير معك؟ أنا عارفانة منيح شو عم أحكي. طيب قلي لي شو يلي شاغلك بالك هيك؟ مانفا، مانا نباتية. شو هالحكي؟ حتى أنا هيك وفي باب نفس الشي. ايه صح، بس انتو بتاكلوا برا وما بتاكلوا بالبيت. اليوم انا فهمت شو كل هالاشاعات يلي عم اسمع. ايوه، وليش؟ اسمع منيح، اذا بدنا نعيش بهالمجتمع فلازم نتبع تقاليده. قليلي لشوف، بمجتمع من اللانباتيين بعمرك شفتي شي حدا نباتي منبوز مثلا؟ ما بدي اتناقش معك بالموضوع ابدا. في كتير بنات حلوين ومن تيبنا، في باب ما عجبته ولا وحدة. لك صدقيني حتى البنات بمجتمعنا هاد غيرانين من ابننا، لأنه كنتنا كتير بنت مرتبة. معك حق، عن جد معك حق. أكيد. أنت على شو عم تطلع شي خار؟ قلي في مشكلة شي؟ بصراحة كان في عندي شغل كتير. ايه؟ قمت يعني عطيت راؤول شغل حساب 200. راؤول خلصت حساب شغل 200؟ بصراحة ما كان عندي وقت، عطيته لجات باندي. جات باندي؟ نعم. شو؟ شو؟ بدي شي يومين. ما في مجال نستنى يومين؟ شبا؟ بدي النص يكون معي بعد ساعة. قال انه رح يبعث لك المسودة بعد الظهر. بعد الظهر؟ ليش؟ شو يعني الوقت منحوس؟ ولا قرر يمشي حسب علم الأرقام؟ قل له انه انا بدي النص يكون جاهز معي خلال نص ساعة، وإلا بوقتها رح أتصل بأي كاتب غيره. أوكي. سونيا، شو مشان التياب؟ رح يكونوا عنا المساء. وليش كل هالتأخير؟ قال إنه مرته مريضة وتعبانة. لاقي لي خياط غيره مرته مو مريضة. أنا بكره التأخير. مرحبا، الموقع جاهز؟ إيه جاهز، ما بقي غير الدهان. ليش؟ تصلوا بالدهان، مانو مريض. أنا عم وتركن كتير. بصراحة إيه، تصوير بعد 3 أيام، لسه في عنا وقت كتير. بصراحة أنا توقعتك تكوني رايقة اليوم. ليش؟ شو ليش؟ أمور عرسك بخير؟ عم يحكي عنا كأني تعرفت عليها مبارح، بس أنا ومانفا صرنا منعرف بعضنا 3 سنين تقريبا. هو مهندس معلوماتية، بتتذكر لما عملنا فيلم من 3 أو 4 سنين؟ ايه ايه وقتها كان. أيوة، هديك البنت اللي أخرجت الفيلم. ايه حتى أنت وقتها مثلت دور صغير. ايوة، ووقتها طبقتها. شو عم تحكي أنت، ضليت وراها 6 شهور وبعدين تقدمت لها. وهي هي كل قصتنا. بابا قال ايه فورا، مفكر انه في باف شي نهار رح يصير بالجيتس الهند. المشكلة عندي انه امي توافي، بس ابي بصراحة ساعدني بالمعركة، واخيرا امي وافقت. بالحقيقة هو عم يفكر يعمل شركة اي تي فون. هي عم تشتغل بس من شان الخبرة، وبعد فترة رح تأسس وكالة اعلانية خاصة، واصلا ابوها عنده كتير شركات، فما رح تضطر تدور على وظيفة برا ابدا. ما رح يقبل انه ابي يساعده، هو نفسه عزيزة كتير عليه، وهو شاب عصامي، وانا بصراحة كتير حبيت في هاي الشغلة. لسه ما اتفقنا على تاريخ محدد، بس اكيد رح يكون بهالسنة. يعني ليش نستنى العرس مشان نعمل حفلة؟ انتو بس قولوا لي ايمتى وانا بقنعه دغري. لا لا لا، بصراحة اليوم انا طالع على العشاء مع رفقاتها، نحن متفقين منطلع السبت الجاي. مرحبا، اكيد انا ما بكون السكرتيرة تبعه. اذا حابين تعرفوا معلومات اكتر عنه اسألوه شخصيا اليوم على العشاء. ماشي، بس بالنهاية مو كتير ضروري، نحن شو رأينا بزوجات المستقبل؟ المهم أكتر هنن أهلنا، هن اللي بيحبوهن. دينجا تشيكا دينجا تشيكا دينجا تشيكا دينجا تشيكا، خدو 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 خلاص حطون. بهاليومين ما رح كون شغيل، وبس رح كون موسيقي أنا، وما رح زيد الإجرة عليكن. آين روح. عن جد هذا كتير غبي. مرحبا، شو شايفتك؟ أهلين أهلين حبيبتي، كيفك اليوم؟ منيحة، وانتي كيفك؟ أعطيني بركة. يرضى عليكي. الله يبعث لك 8 ولاد صبيان. أمي دخيلك لا تدعي لي هيك دعوة مرة تانية. شفتي؟
ليلي شو بده يصير بالزيادة السكانية إذا كل بيت بيزيد 8 أولاد؟ إيه والله معك حق يا بنتي. من هلأ ورايح لازم ندعي من الله إنه يبعث لك ولد أو اثنين، ما هيك؟ ليش ولدين؟ أنا بدي بنات كمان. شفتي؟ حابة يكون عندها بنات. إيه أمي؟ الراتب. يلا خدي حطيه بمحله. خالتي ليلي شو بتحبي؟ قمح مسلوق، يخنة، بانكيك؟ لا حبيبتي أنا ماشية هلأ. ليش رايحة؟ ما رح خليك تروحي قبل ما تاكلي لك لقمة. يا حبيبتي أنت هلأ رجعتي من الشغل، ليش لحتى تعذبي حالك مشاني؟ لا ما في أي عذاب. أنا بطبخ لأمي كل يوم بعد ما أرجع من الشغل. شو حابة تاكلي؟ طيب ماشي، رز مفلفل. وأنت أمي؟ عملي لي نفس الشي، ليش لحتى تعذبي حالك مرتين؟ ماشي. سافيتا، كنتك عن جد كتير ظريفة، لازم تحوطيها من العين. ايه كل يوم بحوطها من العين وبدعي لله يحميها. قليلي هي دايما بتعطيكي راتبك الأول شهر؟ ايه على طول. هلأ مرق سنة على عرسها، ولا شهر مرق عليها بهالسنة إلا وعطتني الراتب تبعها فورا. حلو، باخد منه يلي بيلزمني بس، وفورا برجع للباقي لتخليه إلها. إليلي سافيتا، نوبور وين شافة لك انتك؟ لك كيف بده يشوفها يعني؟ أنا دبرت الجوازة. أول شي كان رافض الفكرة، بس بعد ما شافها وافق، وفورا إجا قال لي والله إنه تنقايتك يا أمي بتطير العقل. استنيني شوي. بتمنى إنه كنتي كمان تصير مثل هي الكنة بالضبط وما تفرق عنا. عن جد قد ما كبروا الصبايا بيضلوا مثل القطط بحضن أمهم. من شان هيك بيتعذبوا النسوان معهم. شو هاد؟ بالله شو؟ لحظة لحظة لحظة، استنى شوي. شوفي ليك هاد بياع ورد، جيب لي باقة رح جيب أنا. خلص خلص لا تروحي، لازم تعيطي كل هالقد؟ عن جد رعبتيني. Thank you. ولا يهمك. فيباف تليفونك عم بيرن. مين هاد؟ من البيت. هي أكيد ماما، قلي لها برجع بعد شوي. إيه؟ ألو؟ ألو؟ معقول؟ كنت عم دق لفيباف؟ شو دقيت لك بالغلط؟ لا مزبوط دقيتي على موبايله، بس هو ترك موبايله معي شوي. فهمت عليكي، معناتها أنتوا مع بعض؟ إيه، هو راح يشتري لي ورد. يا سلام، معناتها ابني عم يطور تصرفاته. طيب قلي له اني عم اطبخ له اكلته المفضله، لهيك لا تخليه ياكل اي شيء من برا. هو معزوم على بيتنا اليوم على العشاء، طابخين تامدا باندرا. تامدا باندرا؟ ايه تامدا باندرا راسا. هيك لكان. مام انتي ما قلتي لي ليش دقيتي له؟ لا ما في شيء ضروري حبيبتي، بس قلي له لما بيقدر يحاكيني. ايه باي. شكراً كتير. شو بدها ماما؟ ما في شي مهم، صحيتها بختلك بامية ورز اليوم. منيح، أنا طلبت منها تعمل لي إياها هداك اليوم. قلت لها أنك معزوم لعنا اليوم لتاكل تامدا باندرا. قلتي لها هالحكي؟ لك ليش قلتي لها هيك؟ ليش شو المشكلة؟ المشكلة إنه قلتي لها أني جاي على بيتكن اليوم. ليش مانك جاي؟ بلا جاي، بس أنت ليش قلتي لها هالحكي؟ مو انت قلت لي؟ انا بس قلت لك قلي لها اني رح ارجع اتصل فيها بعد 5 دقائق. اطول بالك، شو هالمشكله اللي عملتها؟ واذا قلت لها هيك لا تكبر القصه. لك فهميني بس ليش عملتي هيك؟ لا تخانقني بلا سبب، الحق عليك مو علي. انا قلت لها اني رح اتاخر بالمكتب اليوم. لكن ليش خليتني ارد عليها؟ لاني واحد غبي وغلطان اذا مفكر اني بعرف النسوان منيح.